صباح الهنا. صباح الخير. صباح الخير يا مهند. صباح الخير صباح كريم. الفل على حضرتك وليك وحشه كبيره، وانت عارف لا يعني غبت عننا شويه حلوين كده، كده ما يعني ينفعش ده يتكرر تاني. لا ان شاء الله. نورنا كالعاده. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. تعالى نبتدي بماتش امبارح. وماتش امبارح اعتقد ان اكيد برضو كان في بعض الامور اللي اكيد حضرتك توقفت عندها كده وانت متابع احداث المباراه، وفي رايك ايه اللي حصل يعني، او ايه اللي فرق ما بين الشوط الاول والشوط الثاني في ماتش امبارح؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ونهني النادي الأهلي في بداية أول مباراة في بطولة أفريقيا الـ 12 إن شاء الله بإذن الله، ودي بدايتها، والبداية القوية خير دليل على إن أنت دايما يقول لك البداية القوية والنهاية القوية هي عنوان النجاح لأي بطولة. فإحنا البداية بدأناها اللي هي البداية القوية. المباراة طبعا لأن كله بيتحسس إن قبل كده النادي الأهلي في الافتتاحيات دايما ما بيكونش غير يعني أول مباراتين تحديدا مثلا بيبقى غير موفق، صحيح، بيبقى غير منضبط، غير مظبوط. لكن الجزء الأولاني أو الشوط الأول كان فيه شيء، في أداء لكن كان فيه فردية، ما كانش فيه الجماعية. الشوط الثاني وخصوصا بعد ما عمل الاستبدال بدأت ان في جماعية للفرقة كلها، فالجماعية مع فرقة عشوائية. هتقول لي عشوائية؟ ايوه، الفرقة اللي قدامي هي فرقة فيها مهارات، فيها لعيبة، فيها التزام، عندهم دفاع، بس تحس انهم عشوائيين، وانا ما خافش غير من العشوائيين دول. ما تعرفش ممكن بفرصة كده، وحصلت يعني الشناوي انقذ كرة دي انفراد والنتيجه 0-0 الشوط الاول. ما دي عشوائيه، ما دي عشوائيه ويقلق بقى، شوف يقلق جدا الموضوع. أيوة ده بصراحه ايوه، ما العشوائي تخافي منه، اللي هو حتى في الخناقات يا كابتن فتحي يعني تخاف لو اتخانقت لاي سبب من الاسباب مع حد وكان من الصنف العشوائي ده. العشوائي لكن ما تعرفش الضربه هتجي لك، ما تعرفش. لكن الدو اللي انت لما بيكون منظم انت بتبقى عارفه هنا الخلل، هنا هتقفلي، هنا هتروح، هنا هتضغط، هنا. لكن العشوائي اللي هو غير متوقع. منضبط ومنظم بيديك حاجات غير متوقعه. طب فده جري ازاي وبقى لوحده ازاي وانفراد ازاي في وسط الاثنين؟ دي العشوائيه. كانت ممكن تسجل هدف، كانت ممكن تعمل لنا مشكله وتعب لنا. هي الصوره حقيقيه، هي على الكلام اللي حضرتك بتحكيه بالظبط. يعني الانفراد اللي الحمد لله شناوي تصدى ليها، يعني ما فيش. وبعدين عمنا ما يقدرش يلمسه، ضرب الجزاء على طول. فطبعا حتى تشوف رجليه فين وبعد ايه، وبعد ايده، يعني ايده اليمين باعتها كمان عشان ما يقولش ان انا لمسته. هو دايما لعيب في الحركه دي بالذات الشناوي. لكن الشناوي ان هو الانفرادات الحمد لله ماشي الله، بيفكرنا باكرامي زمان برضه في الانفرادات. كان يقول لك وحش افريقيا ليه؟ اي انفراد في ال 18 هو رايح شايل اللاعب وشايل الحارس وشايل الدنيا كلها. فالانفراد كان مهم جدا، وتوقيت مهم للشناوي في هدف. توقيته كان هيصعب المباراة.